ترحيب عربي وإقليمي واسع بمخرجات قمة دول جوار السودان بالقاهرة. الاتحاد الأوروبي يمدد الإعفاء الإنساني في نظام العقوبات ضد سوريا لستة أشهر أخرى. أوكرانيا تقر بأن الهجوم المضاد لا يحرز تقدما سريعا، وبرلين تتعهد تقديم دعم عسكري طويل الأمد لكييف. التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. مصر على عهدها تحت قيادة الرئيس السيسي تمارس دورها لحماية مصالح الشعب السوداني الذي تربطه بمصر منذ الأزل علاقات الأخوة والمصير المشترك. انشغال مصر بأشقائها بالسودان تمخض عن خطة عمل مصرية وافقت عليها دول الجوار للتعجيل بإنهاء الأزمة السودانية واحتواء التدهور الإنساني. مصر ستبذل كل ما في وسعها بالتعاون مع كافة الأطراف لوقف نزيف الدم السوداني الغالي والمحافظة على مكتسبات شعب السودان العظيم والمساعدة في تحقيق تطلعات شعبه التي عبرت عنها الملايين من أبنائه خلال ثورته المجيدة. لاقت مخرجات قمة دول جوار السودان التي استضافتها مصر ترحيبا من طرفي الأزمة وسط مطالب بضرورة بدء حوار سياسي وتوحيد المبادرات. يأتي هذا في ظل مواصلة مصر لدورها التاريخي في محاولة إيجاد حلول لأزمات القارة الإفريقية ورفع المعاناة عن الأشقاء. انطلاقا من دورها الريادي ومسؤوليتها التاريخية تجاه الأشقاء في القارة الإفريقية، جاءت دعوة مصر لمؤتمر قمة دول جوار السودان، وذلك حرصا من القاهرة على صياغة رؤية مشتركة واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني الشقيق. المؤتمر الهام الذي استضافته مصر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بحضور رؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان، وبحضور رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي وأمين عام جامعة الدول العربية في محاولة لإنهاء معاناة السودان وشعبه. المشاركون في المؤتمر توافقوا في البيان الختامي على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، مناشدين الأطراف المتحاربة وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات. الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السوداني وإتلاف الممتلكات. 2. التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية والتعامل مع النزاع القائم باعتباره شأناً داخلياً، والتشديد على أهمية عدم تدخل أي أطراف خارجية في الأزمة بما يعوق جهود احتوائها ويطيل من أمدها. وأكد البيان أهمية الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومؤسساتها ومنع تفككها أو تشرذمها وانتشار عوامل الفوضى بما في ذلك الإرهاب والجريمة المنظمة في محيطها. كما تم الاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضي دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية. كما أعلن الرئيس عبد الفتاح
السيسي في البيان الختامي تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، تعنى بوضع خطة عمل تنفيذية لوضع حلول عملية للتوصل لحل شامل للأزمة السودانية. التأكيد على أهمية الحل السياسي لوقف الصراع الدائر، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية، يهدف لبدء عملية سياسية شاملة تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني في الأمن والرخاء والاستقرار. 8. الاتفاق على تشكيل آلية وزارية بشأن الأزمة السودانية على مستوى وزراء خارجية دول الجوار، يكون اجتماعها الأول في دولة تشاد، وذلك لاتخاذ ما يلي: وضع خطة عمل تنفيذية تتضمن وضع حلول عملية وقابلة للتنفيذ لوقف الاقتتال والتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية عبر التواصل المباشر مع الأطراف السودانية المختلفة في تكاملية مع الآليات القائمة بما فيها الإيجاد والاتحاد الإفريقي. تكليف آلية الاتصال ببحث الإجراءات التنفيذية المطلوبة لمعالجة تداعيات الأزمة السودانية على مستقبل واستقرار السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية ومنعها من الانهيار. وهكذا تواصل مصر دائما لعب دورها التاريخي في محاولة إيجاد حلول لمشاكل القارة الإفريقية ورفع المعاناة عن الأشقاء، اعتمادا على ثقلها بين الأشقاء في إفريقيا وأهميتها الإقليمية والدولية. استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته بقمة دول جوار السودان بقصر الاتحادية رؤية مصر لإنهاء الأزمة السودانية. وشدد الرئيس السيسي في طرحه الرؤية المصرية على ضرورة وقف التصعيد دون إبطاء وتسهيل كافة المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى إطلاق حوار جامع للأطراف السودانية. أعربت وزارة الخارجية العمانية عن تقديرها للجهود التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي في عقد قمة دول جوار السودان، دعما للمساعي الرامية للتوصل إلى حل سلمي وشامل ومستدام يلبي تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار والحفاظ على مكتسباته ومقدراته. وفي بيان لها، أعربت الخارجية العمانية عن تأييد السلطنة لمخرجات القمة التي عقدت الخميس بالقاهرة، ودعوتها لأطراف النزاع في السودان إلى الالتزام بوقف إطلاق النار وإنهاء الاقتتال حقلا للدماء وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية. استضاف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية والمطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط بطولتي الجمهورية لقفز الموانع بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. يأتي هذا استمرارا لنجاح الوادي في تنظيم بطولات الفروسية محليا ودوليا منذ أن قامت الوزارة بتطويره وفقا للمعايير الدولية في هذه الرياضة.
استعداد دائم لوادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية على بحيرة عين الحياة بالفسطاط لاستضافة كافة بطولات الفروسية، فقد استضاف الوادي بطولتي الجمهورية لقفز الموانع، واستمرت كل بطولة على مدار 3 أيام بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية، وشهدت إشادة كبيرة من الفرسان بقدرة الوادي التنظيمية وما يتمتع به من ملاعب ذات سمات دولية. الإمكانيات اللي هنا عالية جدا 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 طبعا، يعني ده كان بينعكس على سلامة الفرسان وسلامة الخيول نفسها، واحنا طبعا بنبقى احنا يعني امنين هنا جدا جدا جدا، الناحية الامنية نفسها وناحية الفنية الخاصة بسلامة الخيل وسلامة الفرسان، دي حاجة كويسة مش موجودة في حتت كتير موجودة هنا. وادي الفروسية دلوقتي بقى من الاماكن المميزة جدا في رياضة الفروسية فعليا، وفعلا احنا دلوقتي تجاوزنا مرحلة البطولات المحلية، وان دلوقتي بقى في بطولات دوليه بتتم هنا، حصل بطوله الكله الدوليه، حصل بطوله الفرق الدوليه هنا. الملاعب بتاعته مجهزه كويس قوي، وهو المكان الوحيد في مصر اللي فيه صاله مغطاه، فده بتتيح لي انه نقدر في عز الحر نقدر نتمرن داخل مكاننا. المكان حلو جدا وواسع، والاراضي حلوه جدا، والخيل بتبقى مستريحه قوي، اراضي التسخين كويسه، الخيل كلها مفيش بتبقى فيه زحمه، والإسعافات دايما موجودة. وتميز الوادي بتوفير كافة العناصر التنظيمية التي تهيئ الأجواء الملائمة التي تساعد الفرسان على إبراز مهارتهم في قفز الموانع من مختلف الارتفاعات، فالملاعب ذات مواصفات دولية إضافة إلى فندق إقامة اللاعبين واسطبلات خاصة بالخيول بتجهيزاتها البيطرية وغرفة حكام دولية. كل حاجة متوفرة، الأراضي، الفندق، البوكسات بتاعت الخيل، كل حاجة متوفرة، فيعني تاني أكتر مكان موجود دلوقتي يقدر يستقبل بطولات دولية. تجهيز المكان على أعلى مستوى بصراحة، البوكسات مش ناقصها حاجة، وأحب أشكر وزارة الداخلية على مكان جميل زي ده، وإن أنا موجود هنا النهاردة وراكب معاهم. وادي الفروسية فعلاً وادي على أعلى مستوى، وادي فيه إمكانيات عالية جداً من إمكانيات فنية بأراضي تدريب وأراضي بطولات معمولة على أعلى مستوى. الأرض التنظيم كل حاجة كانت سوبر، أرض الإحماء، الأرض البطولة نفسها، كل حاجة ما فيهاش غلطة. أشكر وزارة الداخلية على المكان وبجد، والبوكسات بتاعت الخيل كمان كويسة جدا ليهم، ويعني لأ مكان مريح جدا. هكذا يواصل وادي الفروسية تنظيمه الناجح لبطولات الفروسية منذ أن قامت وزارة الداخلية بتطويره ليصبح قبلة رئيسية لكافة بطولات الفروسية سواء محلية أو على المستوى الدولي. أكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير إيهاب نصر وجود آفاق واسعة للتعاون التجاري والاستثماري بين مصر والتشيك وتأسيس شراكة اقتصادية متكاملة. جاء ذلك خلال جلسة مباحثات موسعة عقدها السفير إيهاب نصر مع وفد من وزارة الخارجية التشيكية برئاسة النائب الأول لوزير خارجية التشيك جيري كوزاك. ركز اللقاء على تطور العلاقات السياسية والاقتصادية وأهمية دفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في الفترة القادمة، وذلك من خلال وضع أهداف واضحة ومحددة. تستضيف العاصمة اللاكينية نيروبي الاجتماع التنسيقي نصف السنوي للاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية. يأتي ذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات الإفريقية. يستهدف الاجتماع عرض ومناقشة وضع التكامل الإفريقي والإصلاح المؤسسي للاتحاد الإفريقي، إضافة إلى تقييم التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الخطة العشرية الأولى لأجندة عام 2063. أدخل المجلس الأوروبي استثناء إنسانيا إضافيا في نظام العقوبات ضد سوريا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بسرعة للمحتاجين، وذلك في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا قبل أشهر قليلة. وذكر بيان للاتحاد الأوروبي أن المجلس الأوروبي قرر تمديد فترة هذا الإعفاء لستة أشهر أخرى حتى 24 فبراير المقبل،
ويعتبر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه الجهات المانحة الرئيسية للمساعدات الإنسانية للمتضررين من النزاع في سوريا، وقد حشدوا أكثر من 30 مليار يورو من المساعدات الإنسانية والتنموية ومساعدات للاستقرار منذ بداية الأزمة عام 2011. قالت بيلاروسيا أن مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة يدربون جنودها في معسكر بجنوب شرق العاصمة مينسك. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين مقربين من المقاتلين أن بعض مقاتلي فاغنر موجودون في بيلاروسيا منذ يوم الثلاثاء الماضي على الأقل. أعلن الكريملين أن وضع مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بحاجة إلى دراسة. جاء ذلك بعد يوم من تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن المجموعة لا تستند لأساس قانوني، وكان بوتين قد اقترح أن تعمل عناصر مجموعة فاغنر تحت إمرة قائد آخر من المجموعة المسلحة، مشيرا إلى أن قائدها رفض عرض التنحي. ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية أن عناصر مجموعة فاغنر العسكرية الروسية لم تعد تشارك بشكل كبير في العمليات القتالية في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم البنتاغون جنرال بات رايدر إن واشنطن ما زالت تعتقد أن غالبية مقاتلي المجموعة ما زالوا في المناطق الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا. قال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية أندري يرماك إن الهجوم المضاد لكييف الذي يواجه مقاومة القوات الروسية لا يحرز تقدما سريعا. وخلال تصريحات صحفية أضاف يرماك أن الحلفاء الغربيين لا يمارسون ضغطا على كييف في هذا الصدد، مشيرا إلى أن أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دامت قوات موسكو موجودة على الأراضي الأوكرانية. وخلال مؤتمر صحفي على هامش منتدى أسيان الإقليمي بجاكرتا، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف رفض بشدة الدعوة لسحب القوات الروسية من أوكرانيا. ووصف وزير الخارجية الروسي الدعوة لسحب قوات بلاده من أوكرانيا بأنها جزء من مؤامرة غربية. We don't recognize the military junta and trust you will find a solution to overcome this issue. All that being said, with the best. تعهد المستشار الألماني أولاف شولتز تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا بقيمة 17 مليار يورو، وذلك حتى عام 2027 لمساعدتها لمواجهة العملية العسكرية الروسية. كما أضاف شولتز خلال مؤتمر صحفي أن برلين قدرت أنه منذ بداية الأزمة في فبراير حتى عام 2027 سيتم إنفاق ما يصل إلى 17 مليار يورو على شحنات أسلحة إلى أوكرانيا من ألمانيا أو تمولها ألمانيا. اتهمت روسيا الغرب برعاية الإرهاب النووي بعد أن قصفت طائرة مسيرة أوكرانيا بلدة كورشاتوف في غرب روسيا والتي تضم محطة للطاقة النووية. وقال حاكم منطقة كورسك الروسية المتاخمة لأوكرانيا رومان ستارفويت، قال إن الطائرة المسيرة الأوكرانية ضربت مبنى سكنيا في بلدة كورشاتوف، وتبنت أو بنيت بلدة كورشاتوف في الحقبة السوفيتية على ضفاف بركة تبريد لمحطة كورسك للطاقة النووية التي لا تزال في الخدمة. We'll be right back.
طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن روسيا بتمديد اتفاق تصدير الحبوب والذي ينتهي الأسبوع المقبل. وعلى هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في جاكرتا، حذر بلينكن من أن العالم النامي سيعاني إذا لم يتم التوصل للاتفاق، قائلا إن تلك الدول ستدفع الثمن بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الغذائية فضلا عن زيادة ندرة الأغذية. نفى المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إصدار روسيا أي بيانات حول تمديد اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود. كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إنه متفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود. وأعلن الرئيس التركي استعداد بلاده لاستقبال الرئيس بوتين في أغسطس، مشيرا في الوقت ذاته إلى تمديد ممر الحبوب في البحر الأسود. هذا وأفادت وكالة بلومبرج عن ارتفاع قيمة العقود الآجلة للقمح والذرة في ظل عدم اليقين بشأن تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية. احتفلت فرنسا بالعيد الوطني أو ما يعرف بيوم الباستيل، وذلك بتكريم الهند مع زيادة تواجد الشرطة لردع الاحتجاجات. جاءت الاحتفالات بمناسبة بدء الثورة الفرنسية في 14 من يوليو لعام 1789، هذا العام في أعقاب أخطر أعمال شغب شهدتها البلاد، وفي أعقاب إطلاق الشرطة النار على شاب من أصول أفريقية مما أثار الغضب بسبب التمييز العنصري. كانت الهند ضيف الشرف في موكب يوم الباستيل هذا العام، حيث حضره رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى جانب الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، وقاد حوالي 240 جنديا هنديا المسيرة في الشانزليزيه قبل آلاف القوات الفرنسية، كما انضمت طائرات حربية هندية وفرنسية الصنع إلى العرض الجوي. أعلنت هولندا أنها ستجري انتخابات عامة مبكرة في 22 من شهر نوفمبر في تصويت سيعمل على استبدال رئيس الوزراء الأطول عهدا في تاريخ البلاد مارك روتا. سيكون الناخبون مدعوين لاختيار برلمان جديد بعد انهيار الائتلاف الرباعي لروتا قبل أسبوع على خلفية سجال حاد حول سياسة طالب اللجوء. وفاجأ روتا زعيم حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية البلاد بإعلانه الأسبوع الماضي أنه سينسحب من العمل السياسي بعدما تولى رئاسة الحكومة لمدة 13 عاما. قررت المفوضية الأوروبية إحالة السويد إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لفشلها في تبني قواعد الاتحاد بالكامل بشأن المواصفات الفنية لأسلحة الإنذار والإشارة. وذكرت المفوضية في بيان صحفي أن التوجيه التنفيذي للمفوضية الأوروبية يحدد المعايير الفنية المشتركة لأسلحة الإنذار والإشارة كما هو مطلوب بموجب توجيه الأسلحة النارية. حذرت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من ردع نووي ساحق ما لم تتخلى الولايات المتحدة عما وصفته بسياساتها العدائية ضد بيونغ يانغ. ودفعت شقيقة الزعيم الكوري عن إطلاق بيونغ يانغ مؤخرا صاروخا باليستيا عابرا للقارات باعتباره دفاعا عن النفس. كانت بيونغ يانغ قد أعلنت إجراء تجربة جديدة ناجحة على صاروخ باليستيا عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب. (تصفيق)
أكد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة ستعمل مع حلفائها لصد أي عدوان تنفذه كوريا الشمالية. وخلال قمة جنوب شرق آسيا آسيان في جاكرتا، قال بلينكين أنه لا يوجد تحد أكبر للأمن المشترك لبلاده مع اليابان وكوريا الجنوبية من التهديد المستمر من كوريا الشمالية. وخلال اجتماعه مع نظيريه الياباني والكوري الجنوبي في جاكرتا، دعا بلينكين إلى تحقيق الاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وحث العالم على التعاون من أجل وضع نهاية لتصرفات كوريا الشمالية بعد أحدث تجربة صاروخية أجرتها. ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن وزير الخارجية بارك جين اجتمع مع كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي. جاء ذلك على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان. توترت العلاقات بين البلدين بعد أن أدلى السفير الصيني بتصريحات الشهر الماضي قال فيها إن كوريا الجنوبية اتخذت قرارا خاطئا بالانحياز إلى الولايات المتحدة ضد الصين. قال الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو إن رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان لا يمكن أن تصبح وكيلة لدول أخرى. وفي تصريحات له أضاف ويدودو أن دول آسيان ملتزمة بتعزيز الوحدة والقوة من أجل حماية السلام والاستقرار، ويجب احترام القانون الدولي باستمرار. وكانت وزيرة الخارجية الأندونيسية ريتو مارسودي قد افتتحت الاجتماع 13 لوزراء خارجية قمة جنوب شرق آسيا آسيان في جاكرتا. أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا ترى أي سبب لإعادة النظر في تعيين الأمريكية فيونا سكوت مورتون في منصب رئيسي يرتبط بأنشطة عمالقة التكنولوجيا بعدما كانت مسؤولة في إدارة أوباما. كانت الحكومة الفرنسية قد طلبت المفوضية الأوروبية بإعادة النظر في هذا الاختيار. انضم إلى هذا المطلب قادة المجموعات السياسية الرئيسية الأربع في البرلمان الأوروبي، لافتين إلى مخاطر تضارب المصالح وتدخل واشنطن. تأتي تسمية سكوت مورتون في وقت يتعين على الاتحاد الأوروبي تنفيذ قوانين جديدة لتنظيم هذا القطاع، بينما تتعرض رئيسة المفوضية فوندرلاين لانتقادات بسبب دعمها بشدة للعلاقات مع الولايات المتحدة. أطلقت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية توعوية وإرشادية شاملة إلى قرية خليق قبلي والقرى المجاورة بمركز مطوبس. يأتي هذا في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتنمية الريف المصري، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة. تهدف القافلة لتكريس دور الجامعة في المساهمة لتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة لمصر لبناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية مصر 2030، وإيمانا بدور الجامعة في خدمة المجتمع. تدشين قافلة الطبية والقافلة المتكاملة إلى قرى ومراكز حياة كريمة برعاية فخامة الرئيس وتوجيهات سيادته وباشتراك الكليات الطبية والكليات الإنسانية لتقديم خدمة طبية وتثقيف وتوعية أعلى مستوى. نستهدف فيه بناء الأسرة المصرية والرعاية الصحية على أعلى مستوى. ما شاء الله، يعني النهاردة تبع حياة كريمة وتبع مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ربنا يخليه للشعب المصري، عمل جميل جدا. دكاترة من كل مكان وأساتذة كبيرة
في رمض وبطنة ومسالك بولية وجراحة وما شاء الله. يعني أنا كشفت النهاردة وخدت العلاج على العيون وعلى الودان وعلى اللي احنا عاوزينه، ومبسوطين بالحاجة اللي حصلت النهاردة كلها. كشفت أنف وأذن، وأشكر السادة الموجودين اللي جابوا لنا العلاج. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية الألفي التابعة لمركز كفر سعد. يأتي ذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط أنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين، بالإضافة إلى تحويل الحالات المستحقة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إجراء تحليلات معملية وأشعة عادية وموجات صوتية. نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب دورة تدريبية لطلاب الجامعات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. يهدف التدريب إلى تعريف طلاب الجامعة بالمبادرة الرئاسية ونشر ثقافة العمل التطوعي بين الشباب. تعريفاً بمبادرة حياة كريمة ودور العمل التطوعي، يأتي البرنامج التدريبي لمؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب لطلاب الجامعات. من هنا بدأنا نستقبل المئات من مقترحات ومبادرات الطلاب المختلفة في كافة المحاور الخاصة بالمؤسسة، وعليه احنا صممنا البرنامج التدريبي للمؤسسة بحيث ان احنا نحط إطار تنظيمي وإطار عام لكل المبادرات الخاصة بالطلاب. استقبلنا طلاب في الأكاديمية الوطنية للتدريب، لحد دلوقتي احنا في الدفعة الثالثة من طلاب الجامعات، استقبلنا أكثر من 25 جامعة حكومية وخاصة. طبقا لدور المجتمع المؤسسة حياة كريمة وهدفها في نشر الوعي وتثقيف أكبر شريحة موجودة في المجتمع وهي شريحة الشباب، كان من ضمن أهدافنا إن احنا نستقطب جيل الشباب وخاصة جيل الجامعات وجيل المدارس لرفع الوعي المجتمعي ودمجهم في العمل التطوعي وتعريفهم بأهمية هذا العمل. كذلك هؤلاء الشباب تم تدريبهم على كافة الأمور المتعلقة بما بعد العمل الجامعي أو بما بعد الدراسة الجامعية من أمور تسويقية وأمور إدارة مشروعات. مهتمين بالتدريب وبتبدأ تديهم المنح دي بحيث ان احنا نشجع الطلبة كلها ان هي تشتغل على نفسها اكتر في كل ترم عن الاول، والحقيقة انه ده يعني كان عامل ايجابي كبير جدا. يعني احنا دي اول مجموعة الحقيقة بندربها، وفي الاسبوع الجاي مجموعة تانية، ومش عايز اقول لحضراتكم معظم الطلبة في الكلية عندنا كلها عايزة تيجي البرنامج التدريبي لانه كلهم حسوا باستفادة زمايلهم بشكل كبير جدا. تضمن البرنامج التدريبي الذي يضم طلاب من جامعات المحافظات المختلفة تنفيذ ورش عمل وأنشطة تفاعلية متنوعة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. أقل حاجة فادتني جامد إن احنا عندنا في الجامعة بنعمل برزنتيشنز كتير، فكان في دكتور موجود بيكلمنا إن احنا ازاي نعمل برزنتيشن، هي دكتورة هيام الطباخ، علمتنا ازاي نبقى عندنا ثقه في نفسنا ونتكلم، وبصراحه كانت اكتر حاجه فايداني. كانت برامج كلها مفيده، كانت حاجات في حاجات جديده اول مره نسمعها وحاجات قبل كده واخدينها بس زودنا معرفه اكتر بيها. كانت البرامج طبعا اختلافها من امن المعلومات للتنميه البشريه لازاي تاهل نفسك لسوق العمل. المهارات اللي انا اتدربت عليها ان هم بيساعدوني ان بيعدوا قائد للفتره الجايه، وان هم بيساعدوني ان انا لما انزل اتعامل مع الناس اعرفهم زياده عن حياه كريمه. انا اتعرفت على حياه كريمه في الجامعه عندنا كتدريب، اتعرفت عليه من الجامعه، عرفته من الجامعه، الجامعه بعتته لنا. كمبادره حياه كريمه نفسها احنا كنا بندرس حاجه ماده اسمها سستينبل ديفلوبمنت تحت اشراف دكتوره ايمان رجب، هي عرفتنا على الماده دي، واحنا كنا عندنا بروجكت على مبادره حياه كريمه واخترنا الانفراستراكشر نتكلم عنها وننفذ بروجكت عنها ونعمل ريسيرش كبير عنها، وعلى اساسه عرفنا مبادره حياه كريمه. واول لما تبعت لنا اللينك بتاع التدريب احنا قدمنا فيه على طول عشان حسينا قد ايه حياه كريمه مهمه جدا. استفدنا من التدريب ده كتير جدا، ما كنتش متوقع ان هو يبقى حاجه بالشكل ده، كنت متوقع المستوى اقل من ده بكتير، فيعني هم خلفوا توقعاتنا. التدريب كان كويس جدا واستفدنا منه كويس جدا جدا. يأتي هذا البرنامج التدريبي سعيا من المؤسسة لنشر ثقافة العمل التطوعي وأهمية تعزيز الوعي لدى الشباب والنشأ من خلال تنظيم عدة مسابقات وعروض تقديمية وورش عمل بمشاركة الطلاب.
أما عن حالة الطقس فيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا السبت طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من محافظات ومدن الجمهورية وعدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. نهاية نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ترحيب عربي وإقليمي واسع بمخرجات قمة دول جوار السودان بالقاهرة. الاتحاد الأوروبي يمدد الإعفاء الإنسانية في نظام العقوبات ضد سوريا لستة أشهر أخرى. أوكرانيا تقر بأن الهجوم المضاد لا يحرز تقدما سريعا، وبرلين تتعهد بتقديم دعم عسكري طويل الأمد لكييف. مشاهدينا الكرام، مهرجان العالمين الجديدة يتواصل ويستمر لمدة 45 يوما إلى مدينة العالمين الجديدة، ونترككم مشاهدينا الكرام وحلقة خاصة مع الزميلة هديرة بوزيد. إلى اللقاء.